احنا دلوقتي عملناها باكس لوك اب، تمام؟ تمام. دلوقتي انا هشرح لك بقى حاجه كده، الموضوع ده هيفيدك قوي فيها. سامعني؟ سامع حضرتك. المعادله الثانيه اللي انا داخل اتكلم فيها النهارده معادله عن اف. سمعت عن اف دي قبل كده مصطفى؟ في اف وصم اف تقريبا، اف وصم اف. وفي كاونت اف؟ لا كاونت اف. بص، اف دي بمجرد ما اف دي بتيجي في اي معادله يبقى فيها شرط، فاهم؟ بمعنى تمام، اول ما تيجي اف في معادله بيكون مرتبطه بشرط. يعني مثلا صم اجمع، لو قلت لك صم اف اجمع بس بشرط، كاونت اجمع عد قصدي، لو قلت لك كاونت اف عد بس بشرط، عد بس بشرط ايه؟ يعني عد لي مثلا بشرط اسم معين او حاجه معينه، عد لي مثلا فوق ال 15، اللي فوق ال 15 اجمعني مرتبات المحاسبين بس، فاهم؟ لازم شرط يعني. انا جاي النهارده احكي على اف، نعمل كده ونكبر كده الكلام كده شويه واقول لهم ايه ده، اسمه احمد ودي رقم 20، تمام كده؟ تمام. وراح قايل له ايه النتيجه هطلعها في الخانه دي، في الخليه دي، اف هل ده بيساوي كلمه احمد؟ اي كلام يا مصطفى بيتحط ما بين كوتيشن اللي النقطتين دولت، امشي تبع المعادله دي كده، ده الشرط. بيقول لك الاف 4 دي هل بتساوي كلمه احمد؟ طب هنروح نقلنا على الشرط اللي بعديه، قال لك طب لو الشرط اتحقق، لو طلع فعلا اسمه احمد قول لي تكتب لي يس، طب لو الشرط ما اتحققش قول لي اكتب لي نو، ونروح قافلين القوس. قال لي يس ده احمد فعلا، طب لو انا كتبت اسم محمد؟ قال لي نو. فهمتني؟ واضح. طب تعالى نمسح دي كده. هل اف هل دي بتساوي 20؟ طب لو الشرط اتحقق قول له يس. يس دي بتتكتب ما بين كوتيشن. طب لو لا اكتب لي نو. طلع قال لي يس، لو كتبتها هنا 40 هيقول لي نو. فهمتني؟ تمام كده، فهمت القصه دي صح؟ تمام. تمام. لو خرجنا ندخل تاني على نفس اللينك، ماشي اهو، نمسح دي بقى كده ونروح داخلين بقى على الحاجه الجميله دي. بص بيقول لك ايه دي بقى، تمام؟ انت كده شايف كده مصطفى؟ تمام. تعالى كده نقرا بقى الكلام اللي مكتوب ده ايه وايه الكلام ده. بص بيقول لك ايه، احسب نتيجة كل طالب علما بانه يكون ناجح، احسب نتيجة كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت درجة اكبر من او يساوي 300، تمام؟ ويكون راسب اذا كان اقل من سالب. يعني اذا كان 300 فيما فوق يبقى كده ناجح. سامعني كده؟ سامعني كده؟ اذا كان 300 فيما فوق يكون ناجح، اقل من كده يبقى يعني لو 299 ونص كده هو راسب، تمام؟ وهنا ويكون راسب عن اذا كان اقل من 300، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350، لا ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، ويكون جيد جدا ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350، ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450، والتقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550. كان انت سامعني كده كويس؟ كان انتوا فهمتوا حاجه ولا لا؟ تمام. لا تمام مفهوم. ماشي تمام. الفكره بقى في ايه بقى هنا؟ تعال نشوف النتيجه هنا. المجموع عملناها بمعادله صم، ان احنا جمعنا كل ده
فجاب لي الارقام دي كلها تمام. النتيجه ويكون اذا احسب نتيجه كل طالب علم بانه يكون ناجح اذا كانت درجه اذا كانت درجاته او درجه اكبر من او يساوي 300. احنا هنعمل ايه؟ معادله جميله قوي بيساوي تمام اف. هل ده اكبر من او بيساوي 300؟ فاهمني؟ تعال نكبر بتاع دي شويه كده. ما هو بيقول لك اذا كان ناجح عندما يكون اكبر من او بيساوي 300. انت طبعا عارف الـ 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 العلامات بتاعت الاكبر منه والاصغر منه اكيد يعني. دي مفهومه. اف هل المجموع ده الخليه دي اكبر من او بتساوي 300؟ لو النت بص انت فاهم ده الشرط اهو. انت واقف احنا واقفين في لوجيكال تيست. اللوجيكال تيست ده احنا بنحط لهم شرط. الشرط ده هل ده اكبر من 300؟ كده ده الركن من الاركان قاعده اف. طب بعد كده ندوس كومه. قال لك طب لو الشرط اتحقق قول له ناجح. ناجح. وندوس كومه تاني. طب لو الشرط ما اتحققش قول له راسب. قول له راسب تمام. ونسحب المعادله. قال لك ناجح راسب. راسب دي اللي هو 296 اقل من 300. راسب 293 يبقى كده اقل من 300 فكده راسب. فاحنا كده المعادله ماشيه صح. بعد كده بقى التقدير. ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300. تعالى بص اقول لك على حاجه. تعالى نقسمها كده على ثلاث حاجات عشان تبقى انتوا فاهمين الحته دي. ده كده مقبول. الله كمل كده. ايوه تمام. اكبر من او بيساوي 300 الفكره. طب افرض هو جايب 400 هيجيبها ازاي مقبول؟ طب ما هي 400. لا خلينا كده. انا عايز بس اكبر دي كده لحظه. التقدير اهي ونكبر دي كده شويه عشان المعادله هتبقى كبيره قوي هنا. بص في قاعده اف احنا نقول اول حاجه اف اهي. هل ده اكبر من او بيساوي 300؟ لو صح هقول له مقبول. لا هو قال لي الاول. لا احنا لازم نعمل اقل حاجه الاول. اقل من 300 الاول. هل ده اقل من 300؟ طب لو النتيجه اتحققت اقول له اكتب لي راسب لان الاقل من 300 راسب صح كده. راسب صح. يعني المفروض ابدا من الاخر من تحت خالص صح. هبتديها من تحت خالص. اقل اللي اقل من 300 راسب صح كده. ماشي انا كده بدات تظبط معايا. اي تمام. اللي فوق 300 ايه؟ لو بص. اكبر من او تساوي 300. بص كده على المعادله دي على الخانه دي بيقول لك ايه. ويكون جيد عندما يكون اكبر من او بيساوي 350. يعني اللي مش اقل مش. من 350 ايه؟ جيد. تمام. يعني احنا قلنا اللي اقل من 300 فهو راسب. فاحنا كده وقفنا عند ال 300. يعني قلت له اهو ركز في الحته دي كده عشان انا حاسس ان انت تعبت في الحته دي. بص دي اذا كان اقل من 300 فهو راسب خلاص كده. تمام اهو. ان يعني اهي النتيجه اتحققت اهي. لو اقل من 300 فهو تمام. راسب تمام. طب لو لا تمام. لو لا دي يعني ايه؟ يعني كده بقى يبقى اعلى من 300. كده فهمت ولا لسه؟ لا فهمتك كويس. فهمتوني كده يا جماعه؟ يعني انا قصدي إيه؟ هو لو انا قلت له ايه؟ قاعده اف مكونه من ثلاث حاجات. مكونه من الشرط ولو الشرط ده اتحقق او الشرط ده ما اتحققش. فانا بقول له ايه؟ هل البتاع دي المجموعة 300؟ فقال لي اقل 300؟ فقلت فقال لي لو الشرط اتحقق اللي هي كلمه راسب دي لو الشرط اتحقق.
يبقى كده الشرط اتحقق، تبقى تكتب لي راسب. طب لو الشرط ما اتحققش يبقى احنا كده نطلع ايه لفوق ال 300. لفوق ال 300 بالظبط، نقف عند الحته دي. من 300 ل 350 دي مقبوله. مقبول. يبقى اقول ايه اف لو دي اقل من 350 اعملها لي مقبول. كده كده من 300 ل 350 مقبول. صح. تعالى بقى ننجي اللي بعديه. من 300 لاقل من 350. بالظبط، من 300 ل 350. للي اقل. لاقل 349 صح كده؟ وهنروح عاملين، بص بقى نرجع بقى كده، انا همسحها خالص عشان نعيدها من اول تاني. بالراحه بقى، بالراحه. بسم الله، الله اكبر. هنروح بسم الله. اف لو هل المجموع ده اقل من 300 اذا فهو راسب. راسب. الفاليو افتروا راسب. لو فولس. لو لو طب لو لا بقى هنعملها اف تانيه. اف تاني هقول له هل ده اقل من اقل من 350 اذا مقبول. طب لو لا هنعمل اف تالته. هل ده اقل من 450 قصدي؟ احنا كده هنبقى ما بين ال 350 وهنكتب 450 اهي دلوقتي، يعني هل ده اقل من 450؟ اذا يبقى جيد. جيد. ونعمل معادله تانية. طب لو لا نعمل اف رابعه. هل ده اقل من 550؟ 550. فلو قل فلو كده يبقى جيد جدا. جيد جدا. طب لو لا اكبر من او يساوي 550. لا لو صح؟ لو لا يبقى امتياز على طول. على طول كده. ما هو من غير من غير ما احط ال... ما احنا كده هنحط طلعنا فوق ال 450. مظبوط. صح صح. امتياز اهو. يبقى بص بقى نقفل بقى الاكواس دي. بص بقى كام كوس اهو. ونروح قافلين دي كده اهو. ادي واحد اتنين لا نكتبها كده. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. ندوس انتر. تعالى بقى نراجع هل ارقامنا صح ولا غلط. تعالى نشوف بقى. 550 دي اعلى ايه؟ ده كده امتياز. اعلى حاجة. صح كده اكبر من او يساوي 550 صح كده ولا لا؟ تمام. يبقى احنا 550 دي كده امتياز، ده كده صح. 368 واخده جيد. 368 دي تقع فين؟ تقع فين؟ تقع فين؟ تحت 450. ايوه جيد. ويكون ايوه صح. تحت 450 وفوق 350 ادي كده ايه جيد. فوق 350. وكده راسب. دي راسب دي كده خلاص، دي اقل من 300. ده اقل من 300. جيد. دي ايه جيد؟ 3770. 3700 برضه تحت 450 وفوق 350. صح. طب مقبول. مقبول. 300 ل 350 ده مقبول صح. يبقى احنا كده ارقام صح. ايه رايك يا صاحبي؟ لا تمام. الله ينور عليك والله. بارك. دي جامده. فرقت كتير. انا بس انا عايز بس اوصل لك حاجه. انا عايز اوصل اوصل لكم حاجه يا شباب. الموضوع ده اساسا ده بيحصل في الجامعات وبيحصل في في المدارس والكلام ده. يعني دي دي ده مثال حي للحاجات دي. انت فاهم قصدي؟ يعني ده مثال حي للموضوع ده. فده انت كانك في مدرسه وكان في طلاب عندك وفعلا انت بتعمل لهم كده. يعني لو انت مثلا مدرس مثلا وعندك وشغال في سنتر مثلا، سنتر تعليمي. انت انت مش متخيل. انت انت فاهم قصدي؟ يعني انت بتقعد تعمل اللي هي درجات الشباب، درجات الطلاب اللي عندك اهي. فهمتني؟ فدي حاجه هتفيدك جدا. تعالى بقى نعمل واحده كمان وخلاص على كده. انا كده كده كنت جاي اعمل قاعده اف وفي لوك اب. هو ده اللي كنت اهم اهتماماتي بالموضوع ده. تعالى ونقول الو. بيانات الموظفين. الموظفين و لا كده خلاص صدق ولا ايه؟ لا اهي بص اهي اهو. تعالى كده بيقول لك اقل من 60 راسب، اعلى من 60. من 60 فيما فوق مقبول. من 70 فيما فوق جيد. من 80 فيما فوق جيد جدا. من 90 فيما فوق امتياز. تمام كده؟ تمام تمام.
احنا الاول نعمل ايه؟ نختار دي الاول، نشوف دي ايه، دي ايه اللي اقل من 60. يلا تساعدني. تمام، يلا يبقى بينا. هقول متساوي اف، فاهم؟ نفتح قوس. ماشي ماشي، يبقى كده اللوجيكال تيست ان المجموع اهو الجي 2 اقل من 60، اقل من 60 كوما كوما، ودبل كوتيشن دبل كوتيشن، ونكتب فيها راسب. راسب، عشان لو اقل من 60 يبقى راسب. ماشي. تمام. و غير كده كوما، طب كوما كده الشرط اتحقق. طب لو لا كوما هنكتب ناجح، دبل كوتيشن ناجح. ناجح اهو، ونسحب سحبه كده حلوه. ده 42 اقل من 60، 57 اقل من 60، 43 اقل من 60، 47 اقل من 60، وده كل ده ناجح كده زي الفل قوي. تمام. صح كده؟ تمام صح. يلا بينا التقدير بقى. التقدير ده بقى اللي بيخسرنا كتير، لان المعادله بتبقى صح اهو، عشان المعادله دي بقى نصغر دي كده اهي. دي يلا بينا. ماشي، وال هتساوي اف. يلا بينا اف. ماشي اف. المجموعه جي 2، جي 2 اهو اقل من اصغر من اصغر من 60. ايوه ماشي، هيبقى كوما وراسب بين دبل كوتيشن راسب راسب اهو، نقفل الكوتيشن. بعد كده بعد كده كوما. لا بالراحه، انت لو لا المعادله بص، احنا بنقول احنا بنقول لو المجموع اقل من 60 طب كده لو الشرط اتحقق يبقى راسب. طب لو لا يبقى راسب. لو لا يبقى لو المجموعة يبقى اف اقل من، يبقى ايه المجموع لو اقل من 70. صح كده 70 جدع. هيبقى مقبول. مقبول جدع، مقبول مقبول. تمام. ولو لا لو المجموعة اف جيتو اقل من 80. 80 ماشي، هيبقى جيد. اقل من 80 هيبقى لا لحظة 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 في غلط، في غلط هنا. اقل من 80 لا لا ما هو صح كده كده صح. ماشي هيبقى جيد. هي هيبقى جيد. تمام جيد. طب لو لا تمام، لو لا لو غير كده هيبقى اقل من 90. اقل من 90 اللي هو جيتو اقل من 90 لسه هيبقى جيد جدا. كوم اوردر كوتيشن جيد جدا. بعد كده كوم، لو لا هيبقى ممتاز جدع. ممتاز على طول. ونقفل الاكواس. واحد اثنين ثلاثة أربعة. تعالى بقى نشوف بقى الأرقام بتاعتنا صح ولا غلط. ما فيش حد هنا امتياز ولا إيه؟ ما حدش امتياز خالص. ما فيش حد ممتاز. طب نكتب مثلا كده، نكتب 100 مثلا. طب لو عملنا هنا 100 بس كده عشان تبقى الأرقام مظبوطة. راسب راسب جيد جيد. 77 71 تقع في الجيد صح كده. ممتاز فوق ال 90. مقبول 66 70. طب جيد جدا تحت ال 70 كده الارقام. عارف عارف يا مصطفى حلاوه الاكسل ان هو لو انت بتقول اي كلام هو بيبين لاي كلام ده. يعني انا قصدي الاكسل عامل زي الرياضه، هي رياضه اقتربت صلاه العصر. حاضر. يعني انا قصدي ان هي رياضه، رياضه اللي هي ازاي؟ ان انا بديك معطيات وانت بتديني نتائج، انت بتشوف النتيجه قدام عينيك. يعني انت مش انت فاهم قصدي؟ يعني حلاوه الاكسل انك بتشوف النتيجه قصاد عينيك. وهنا بقى كل ما الارقام تتغير كل ما دي تتغير. يعني دي عجباني مثلا، انت ايه لو عملت هنا 80 دي يبقى جيد جدا، لو عملت هنا مثلا 77 يبقى جيد، دي هتبقى جامده جدا. بس كده عم. لا وسهلا وسهلا. الله ينور عليك والله. الله يبارك لك. لا والله يبارك لك والله. لا انا اول مره حد اشرحها لي سهله. بس سهله مش فاضيه يعني. انت رزقك حبيبي. بس كده انا كده تمام.
انا كده شرحت، انا دي كانت اهم معادلتين بالنسبه لي ان انا اشرحهم، لان الموضوع كان يعني قلت لك ازاي المعادلتين دول بالذات، معادله في لوك اب ومعادله الاف، دي كانت مهمه جدا. انا المعادلتين دول بيفرقوا معايا جدا، والحاجات دي بتفرق جدا 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 معايا، فانا حبيت ان انا اشرحها، والحمد لله جت معاك انت ان انت تنبسط. الحمد بس لله، ربنا يخليك يا رب. فرزقك وربنا معاك، ولو في اي إن حاجة شاء الله انا معاك، أنا الله وهبعت لك يخليك، أنا هطبق عليهم لحد المرة الجاية بإذن الله، يا يعني مسهل يا رب يا مش مسهل. هنساها. المرة الجاية بيفوت تيبل، المرة الجاية البيفوت تيبل، كل حاجة تخص البيفوت تيبل هشرحها لك يا رب واشرحها لك. يستر بقى، ماشي فان شاء الله خير، ان شاء الله. البيفوت تيبل ده إن مهم شاء الله. جدا جدا يا مصطفى، لو انت تعرفه البيفوت تيبل ده اساسا متهيألي ما فيش حد ما يعني ما بيستخدموش في تلخيص بيانات يعني. فان شاء الله ان شاء الله الموضوع هيفرق كتير قوي. بس كده، و بإذن الله ماشي ماشي، فربنا معاك وان شاء الله خير. ماشي، حبيبي، وانا ان شاء الله الله هحط يخليك يا رابط سبحان الله. الاداء، هحط رابط الاداء على اللي هي بتاعت الاكس لوك اب، هحطها على الواتساب عشان تشوفها. يا ريت، الله ماشي يخليك، ماشي، شكرا يا الله مصطفى، يكرمك يا سبحان الله، ألف ماشي، شكر. يلا سلام عليكم، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.